هل بدأتما بالعمل يا حيان؟ بالتأكيد سيدتي، سيفتحهما من المنجم لكنه يعمل ببطء كعادته. لا أريد سماع الأعذار، أريد أن أراكما تستخرجان الماس. يجب أن أجمع كل الماس المتبقي في المنجم القديم قبل أن أسده بالأسمنت، هل فهمت ذلك؟ لن نتأخر سيدتي، إنني أعدك. القنبلة جاهزة. هل تعلم أن الرئيسة توبختني بسببك؟ ما الذي أخرك؟ أتلفت بدلتي الثمينة، لا ينبغي أن تفجر القنبلة قبل أن نبتعد أيها الغبي. حيان، أنجزنا المهمة وأعدنا فتح المنجم القديم. جميلة، لا أظن أن عمتي تملك مثلها، ولا أظنها ستحصل عليها. كان علي أن أتركك في المخيم يا نموش. اليوم هو ذكرى مجيئنا إلى غابة السينديان، وأريد أن أقدم لعمتي هدية. ما بك يا نموش؟ هاي، انتظرني. سأصطدم بالشجرة. ذراعي؟ أنا بخير. عبرت من خلالها؟ هل رأيت ما حدث؟ كادت الشجرة تقتلنا. ماذا تريد يا نموش؟ بلى يا نموش، من المحزن رؤية الغابة مدمرة، لكن ما الذي سبب كل هذا الدمار؟ ما الأمر؟ مرحبا، كيف حالكما أيها الصديقان الصغيران؟ سيد دهشان وتمام، أترى يا نموش؟ ليس هناك ما يدعو إلى القلق. هذه ليست لكم، إنها لأنور، فهو يحب الاحتفال بذكرى وصولنا إلى الغابة. إنها ذكرى عزيزة على قلبه. لا، سأطعمكم منها بعد العشاء. بيبي بابا الحمد لله أنهم وجدوا شيئا يشغلهم عن كعكتي، لكن ما هو هذا الشيء يا ترى؟ سوف أتبعهم. في الحقيقة أشعر برغبة شديدة في اكتشاف ما يبحثون عنه هؤلاء المغامرون. لنرى على ما عثرتم. تبدو كأنها نملة، نمل أبيض. أحد صغارك ليس هنا يا نموشة، أين هو؟ تقول إن هذه النملة هي التي التهمت كل هذه الأشجار؟ هذه ليست نملة عادية، إنها نملة بيضاء نادرة. هذه النملة من نسل النمل الأبيض القديم جداً، وكنا نظنها محض أسطورة.
إذن فالنملة الأسطورية هي التي فعلت هذا؟ لكنها لم تكن وحدها، هناك الكثير منها في الغابة. لكنني لا أراها. عليك أن تنظر بأذنيك. إنها على الأشجار وستأكلها كلها. النمل يتجه نحو القرية، يجب أن نوقفه بسرعة. إذا كان يتجه نحو القرية فهذا يعني أنه سيمر بالمخيم. علينا جمع نباتات برسيم الغابة. النمل الأبيض لا يحب طعم البرسيم. سأذهب لتحذير عمتي ريثما تجمعون بعض البرسيم. النماميش يستمتعون بالوليمة. يا لهذه الشهية التي يمتلكها بيبو. ما الذي يحدث؟ شيء غريب، لكنه مسلٍ. عمتي، لدينا مشكلة كبيرة. أعرف يا أنور، أصبحت الطاولة هشة. يا إلهي، لا، إذن فقد وصلوا. من الذي وصل؟ انتظر يا أنور، هل كنت تنتظر ضيوفاً؟ لكن أين هم؟ أنا لا أراهم. إذا أردت رؤيتهم فعليك أن تنظري بأذنيك يا عمتي. لن تريهم هكذا، عليك أن تركزي. لكني لست معتادة على النظر بأذني يا أنور، لذا هل أسديت إلي خدمة وأخبرتني ماذا يفترض بي أن أرى؟ النمل الأبيض. لماذا لم تقل هذا منذ البداية؟ فالنماميش وجدت الكثير من النمل الأبيض وأقامت وليمة احتفالا بالمناسبة. هل تقصد أن تقول إن هذه الحشرة التافهة هي المسؤولة عن بطء العمل على استخراج الماس من منجمي؟ ماذا سأقول لكما أيها الغبيان الفاشلان؟ ألا تشعران بالخجل لهزيمتكما أمام نملة؟ نملة! لكنها ليست نملة عادية، هذه الحشرة سيدتي من سلالة نادرة من النمل الأبيض انقرضت منذ آلاف السنين، ويقول مختصو الحشرات إن هذا النوع. ماذا قلت؟ مختصو الحشرات. كف عن التصرف ببلاهة يا همام، هل فهمت؟ وأنت لن تقنعني بأنك تخاف من النمل. أنا أخاف. بنى النمل عشه في المنجم منذ زمن بعيد، وعندما فتحنا المنجم أيقظتهم الحرارة والضوء. لن توقف بعض الحشرات عمل شركتي، اسحقوها وأحضروا لي الماس. المشكلة أنها تنتقل في أسراب. جيوش من النمل. لا تضع وقتي، اذهب للقضاء عليها، سممها، احرقها، افعل أي شيء حتى تبيدها. انتظرا، سأغير خطتي. النمل النهم يأكل الأشجار وسيقضي على الغابة خلال ساعات. ألن نحرق؟ لا أظن أن شهية النماميش وحدها ستخلصنا من النمل. هذه الحشرات نشيطة جداً ونهمة أيضاً، وبهذه الوتيرة ستلتهم الغابة كلها. السيد دهشان سيستخدم برسيم الغابة لإبعادها من هنا. صحيح، رائحة برسيم الغابة تنفر الحشرات، خطة رائعة. رائحة البرسيم ستطردنا قبل أن تطرد النمل. ما هذا؟ ابعدي
إبعاد النمل ليس حلاً، لأننا سننقذ القرية والمخيم فقط، في حين سيلتهم النمل أشجار الغابة. كما ينبغي أن نتجنب استخدام المبيدات والمواد الملوثة للبيئة أيضاً. نحن نعلم إلى أين يتجه النمل، خصوصاً أنه يسير في نسق واحد، ولكن من أين أتى؟ ها؟ أظن أننا نستطيع اكتشاف المصدر. هيا يا همام، لا تستسلم، الأمر يحتاج إلى بعض الذكاء، ما عليك إلا اللحاق بالسرب. ألم تبدأ بالعمل بعد؟ يرفض همام القيام بعمل مذل كملاحقة النمل. أمر مخجل. لا وقت لدي لسماع شكواك أيها الأحمق، عليك أن تنفذ أوامري فحسب، وإلا فستندم. بالتأكيد سيدتي. أحسنت.